مراسلانا من مخيم برج البراجنة ليلى خليل ومن غزان فينسلي. البداية معك ليلى فيما يتعلق بجمعة الغضب الثانية، كيف تبدو حجم المظاهرة وكذلك حجم الوقفات الاحتجاجية في مخيم برج البراجنة وكذلك في المخيمات الأخرى؟ يعني كل المخيمات بعدما انتهت صلوات الجمعة خرجت في وقفات احتجاجية أو تظاهرات جابت شوارع المخيمات. استمعنا نحن هنا لخطبة الجمعة في جامع في مسجد الفرقان عند مدخل مخيم برج البراجنة. إمام المسجد قال بأنه حتى لو كانت إجازة العمل هي مجانية، الفلسطيني يرفضها، الفلسطيني ليس أجنبي إنما أتى إلى لبنان بعدما هجر من أرضه، وبالتالي يجب التراجع عن هذا القرار. أيضا استمعنا إلى الكثير من شاركوا في الوقفة الاحتجاجية من فصائل وأبناء مخيم، عبروا عن رفضهم وطالبوا وزير العمل التراجع عن هذا القرار. وهذه الجمعة وائل أشير إلى أنها تحت عنوان قرار صوتنا أعلى من قرارك. أيضا هناك وضعت المناشير حملة بكفي التي تقول أن حقوقنا لا تلغي حق العودة، وبالتالي نريد الحقوق، حقوق العمل التي هي أبسط الحقوق للفلسطيني، التي لا تلغي حق العودة للفلسطيني ولا تعني أيضا التوطين. يعني هذه هي الأجواء. مخيم عين الحلوة هناك تظاهرة حاشدة تجوب هذه الأثناء في شوارع المخيم، مخيم نهر البارد أيضا كذلك، مخيم البداوي، مخيم مارليس، هناك إغلاق تام وإضراب شامل داخل المخيم. يعني هذه هي أجواء اليوم في الجمعة الثانية وفي اليوم 11 للاحتجاجات ضد قرار وزير العمل اللبناني. ليلى ابقي معي، سأذهب إلى غزة مع نيفين سليم. إذا نيفين، يشارك الفلسطينيون اليوم في غزة في الجمعة 68 لمسيرات العودة والتي من خلالها يبدون دعمهم لما يحدث من تظاهرات واحتجاجات للفلسطينيين في المخيمات في لبنان. إذا كيف تبدو الإجراءات الموجودة لديك وحجم الاستعداد لهذه المسيرة؟ نعم، يعني الاستعدادات لهذه الجمعة هي انتهت وستبدأ فعاليات هذه الجمعة بعد عصر هذا اليوم في حدود الساعة 17:00، وسينطلق الفلسطينيون إلى 5 مخيمات رئيسية على طول الحدود الشرقية بدءا من شمال القطاع وحتى جنوبه في مدينتي رفح وخان يونس هذه الجمعة التي جاءت تحت عنوان لاجئي لبنان، للتأكيد على أن الفلسطينيين اليوم أينما تواجدوا هم يدا واحدة في مواجهة أي قرارات يمكن أن تعمل على إيذاء الفلسطينيين. وأيضا هذه الجمعة جاءت للتعبير عن رفض الفلسطينيين لقرارات وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات لبنان. ويعني مع استمرار هذه التظاهرات يؤكد الفلسطينيون أن هذه التظاهرات ستبقى سلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، لكن هناك تحذيرات خرجت من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة والتي تؤكد فيها أن رغم سلمية هذه المسيرات فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال كل جمعة يعمل على إطلاق النيران بشكل متعمد على المتظاهرين، وحذرت من أن إطلاق النيران بشكل متعمد هذه المرة يمكنه أن يجر القطاع إلى موجة تصعيد جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي. ووجهت المطالبات للوسيط المصري بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من إطلاق النيران على المتظاهرين كي لا تضطر الفصائل إلى الرد. وأكدت حركة حماس على لسان صالح العروري أن هذه التفاهمات ليست تفاهمات سياسية ولكنها تفاهمات يعني تقتضي طبيعة المرحلة ويمكن يعني التخلص منها إذا تنصل الاحتلال الإسرائيلي منها، ولا يمكن لحركة حماس أن تلتزم بها طالما لم يلتزم الاحتلال بها وطالما أن سلوك الاحتلال عكس هذه التفاهمات على الأرض. نعم، شكرا لك نيفين السليم مراسلة الغد، كنت معنا من غزة. وكذلك الشكر موصول لليلى خليل مراسلة الغد من مخيم البراجنة في بيروت. أشكركم مراسلاتنا.